جيت أسكن فيها، لما سكنت فيها الحمد لله رب العالمين كان هذا الحكي بتحكي عنه 50 سنة أو 60 سنة قبل الاحتلال، قبل ما يجي الاحتلال، قبل ما يجي تنظيم الاحتلال، قبل ما يجي شوارع الاحتلال اللي هو بيدعي إنه فيه إن الدار هاي بالشارع جاي. الحمد لله رب العالمين كان عندنا دار عتيقة هان ومع المغارة هان، كان طبعا الشجر مغطي. لما جت الداخلية علينا اتجوزت وكنت ساكن فيها، لما جاني الاولاد صرت بدي شو بدي اضبط الدار، سوينا للدار ايش شبوس، تعرف اولاد اطفال عندي كان واجانا اولاد صغار ومع الشتاء كانت تهرب مية، فصلحنا الدار. رحين في تصليح الدار اجوا علينا الداخلية الامان، بنتعرض لحملة شرسة من الاحتلال في سياسة هدم الدور لانه مقدسيين وعايشين على هاي الارض. للأسف الشديد أنا مضطر إني أسوي خيمة على ظهر داري وأسكن عليها، ما في مجال.